مع تزايد عمليات ضرب الباسورد بالنسبة للحسابات المتبعة واللي بيروح ضحيتها حسابات كتير جدا، علشان كده لازم ومن الضروري ان انت تعمل كلمة سر قوية جدا لحسابك علشان يفضل الحساب ده آمن طوال الوقت ومتخافش من الهجمات اللي ممكن تتم عليه ويبتدي ان هو يضرب لك الباسورد بتاعك. ما تروحوش بعيد وانتظروا الشرح للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله من كل مكان، يا رب نكون بخير وكل سنة وانتم طيبين. طبعا أنا شرحت في المقدمة أنا عاوز أتكلم معاكم النهاردة عن إيه، علشان كده محتاج منكم شوية تركيز علشان كل واحد فيكم يختار ويعمل الباسورد الخاص بيه بطريقة محترفة شوية. طيب نخش في الموضوع على طول علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. بص يا شباب، أولا كده من السهل قوي لأي شخص إن هو يعمل كلمة سر قوية، ولكن هنا التفكير نفسه انك تفضل فاكرها. علشان كده هعرض عليكم شوية نصايح مهمة انك تنشأ كلمة سر قوية وانك كمان تتذكرها دايما مهما كان طول كلمة السر. طبعا شوية النصايح اللي اقولك عليها دي يعني تحطها في بالك جدا جدا اثناء انشاء الرقم السري الخاص باي حساب عندك. اول حاجة انك ما تستخدمش معلوماتك الشخصية في اي كلمة سر نهائيا. طب زي ايه يا عم احمد؟ زي رقم تليفون، عنوان، اسمك، او حتى اسم اي شخص، لان طبعا اي حد عاوز يضرب لك الباسورد ده بيبتدي بالحاجات دي في الاول. دي كده اول حاجة. تاني حاجة ما تستخدمش كلمات سر طويلة علشان انت كده ممكن تنساها بكل سهولة. تالت حاجة والاهم طبعا، واني بنصحك انك تعملها عبارة عن اختلاط بين رموز وحروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن هنا أستخدم مثلا اللغة الإنجليزية. طب ليه؟ لأن فيها أنا ممكن أكتب حروف كابتل، حروف سمول، رمز معين وهكذا. أقدر أنوع بين الحروف بحيث أن أنا أنوع كلمة الباسورد علشان يصعب على أي برنامج أن هو يقدر يفك كلمة السر بتاعتك. ده على البرامج بتكون صعبة جدا جدا جدا، لان اللي بيكون موجود على البرامج عبارة عن اختلاط ارقام بس او حروف بس، وبيبتدي البرنامج ده بيشتغل على تنويع الحروف وتنويع الارقام لغاية ما يفك الباسورد الخاص بيك. لكن انت لو عملتها مركبة عبارة عن حروف وارقام ورموز وكابتل وسمول، الكلام ده بيبقى صعب جدا جدا على اي برنامج ان هو يضرب الكلمة السر الخاصة بيك. رابع حاجة، ما تستخدمش كلمات واضحة. طب يعني ايه ما استخدمش كلمات واضحة؟ يعني مثلا ما تعملش مثلا كلمة زي اللي انت شايفها قدامك على الشاشة دي، باسورد 123، كلمة واضحة بالنسبة لي. او مثلا ان انت تستخدم الرقم من 1 لـ9، برضو بالنسبة لي دي كلمة واضحة جدا. او تكتب مثلا حاجة عامة زي مثلا ماي هاوس او ABCD1234، الكلام ده كله كل ده سهل لاي برنامج انه يفك الباسورد بتاعك بكل سهولة ما ياخدش في وقت. علشان كده برجع واقولك انك تعمل الباسورد بتاعك بكلمات مركبة وليس حاجة سهلة جدا للبرامج ان هي تقدر تفكها. خامس حاجة ويفضل بيها طبعا، ان الباسورد بتاعك يكون عبارة عن جمل، ولكن الجمل دي غير مرتبة وغير مفهومة. بالراحة واحدة واحدة وانت هتعرفها، وهديك مثال. يعني مثلا انت ممكن تكتب ماي يلو دوج زي اللي انت شايفه قدامك على الشاشة دي، تمام؟ طيب ممكن انت بقى تغير ترتيبها. طب زي ايه؟ ممكن اكتبها مثلا دوج يلو ماي. انا كده غيرت ترتيب الكلمة. بس كده؟ لا مش بس كده، لازم تضيف عليها زي ما انا قلت لك بعضا من الارقام والرموز. زي مثلا ايه؟ انا مثلا ممكن اكتب كلمة دوج ولكن حرف الدي كابتل، بعد كده مثلا احط اي علامة او اي رمز مثلا سلاش، اكتب يلو بس مش هكملها للاخر، هكتب الواي والاي والال والال، ولكن ممكن استبدل اخر حرفين في كلمة يلو برقم مثلا زي اللي انت شايفه انا كتبت 75، انت تكتب اي ارقام تانية. ثم استبدل تاني
افصل بين الكلمات زي ما انا قلت بعبارة عن رموز، ممكن احط علامة الستار اللي هي النجمة، وكلمة ماي ممكن اخلي الحرفين دول كابتل. طيب ده مثلا كده قدامك وقدامي وقدام الجميع ان دي كلمة سر قوية جدا، مركبة فيها حروف كابتل وفيها حروف سمول وفيها ارقام وفيها رموز. فده بيبقى من الصعب جدا ان اي برنامج يقدر يفك كلمة خاصة بالشكل ده. طيب المهم يا شباب انك ما تقلقش، كلمة السر بتاعتك دي حاجة يعني ايه من الضروري ان انت تفكر فيها كويس جدا وانت بتعملها. فما تقولش كلمة السر بتاعتك دي لأي حد نهائيا، دي أول حاجة. وعاوز أقولك دايما ان برامج اللي هي بتفك الباسورد دي مش بتعتمد على قوة الباسورد بس. الله، طب ما انا يا عم احمد عملت زي ما انت قلت اهو، وكتبت الباسورد وغيرت في الحروف وغيرت في الارقام وحطيت رموز وعملت كابيتال وسمول، شقلبت الكلمه كلها على بعض، امال انت عايز تقول لنا ايه؟ اقول لك ايه بقى، طبعا ارجع واقول لك انك حذاري ثم حذاري ثم حذاري انك تستخدم نفس الباسورد ده في اكتر من موقع او اكتر من حساب. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتسجل في موقع كذا بحط باسورد، اسجل في موقع تاني احط نفس الباسورد، موقع تالت نفس الباسورد، او ان انت بتعمل انشاء حسابات جيميل او ياهو او حسب الايميلات اللي موجودة ان انت تحط نفس الباسورد لنفس الحسابات دي. طب ليه؟ لان ده بيؤدي لتسريبها، هتتسرب منك. طيب ازاي؟ ارجع واقولك ان انت لو استخدمتها لاكتر من موقع او اكتر من حساب والباسورد بتاعك ده تعرف، ده هيؤدي الى ايه؟ مشاكل كتير جدا، وساعتها انت عامل حاجات كتير جدا بنفس الباسورد ده وهتبتدي تزعل عليها، لان زي ما انا قلت انت بتبقى عامل مواقع وحسابات بنفس الباسورد، فلو اتعرف هيقدر بالنسبة للراجل دوت ان هو يفك كذا موقع ليك او كذا كلمة سر لأي حساب ليك بكل سهولة. علشان كده بنصحك باستخدام كلمة سر واحدة لكل موقع وكلمة سر واحدة لكل حساب، وانها تكون مركبة زي ما انا عرفتك علشان تقدر تحافظ على البيانات بتاعتك دي. تمام. تاني حاجة بالنسبة لحسابات الجيميل، وارجع واقولك ان انت تعمل التحقق بخطوتين لموقع الجيميل، لان الجيميل دايما او جوجل بيكون عبارة عن الموضوع معاك سهل، بتقدر ان انت تنشئ الحساب على طول، بيكون موجود معاك على التليفون. فانت تعمل التحقق بخطوتين على اي حساب عندك على الجيميل، ده بيساعد على زيادة الحفاظ عليه، لان دائما وابدا لو عملت التحقق بخطوتين محدش بيقدر يفتح الحساب بتاعك الا اما تجيلك رسالة على التليفون او الجهاز اللي انت عملت بيه الباسورد، وتبتدي ان انت تديله موافقة بكلمة نعم، ثم بيختار للشخص الاخر رقم ان هو يضيفه عندك بحيث يقدر يفتح الحساب ده. يعني انا دلوقتي لو فتحت جوجل، ده كل الموضوع. يبقى احنا نركز جدا في كلمات السر وتمشوا على النصايح اللي انا قلتها، وفي النهاية يا رب اكون افدتك، ودايما ان شاء الله انتظروا كل جديد، وما تنساش تنزل تعمل لي لايك على الفيديو وتشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.